بكل الود بكل الحب وبكل تلقائية وعفوية نتواصل وتتواصل جولتنا، واخترت أن نواصلها في باردو في مقر السلطة الأولى في تونس. وشفنا البارح لحنايا وك الحالة المزرية هذيك، اليوم جينا لحيفة ثم بورقيبة ونقولوا الصور توري شنو ثم في حيفة ثم بورقيبة، فيها السوق البلدية نتاع حيفة ثم بورقيبة. احنا بدينا من برا على خاطر نحب ناخذ نبض أسعار اللحوم الحمراء، وإحنا غدوة معناها رأس العام الهجري إن شاء الله يكون مبروك على الأمة الإسلامية جمعاء. دونك ثم حكاية مع اللحم البقري، أتا نحكيوها بيان سور خاطر الملوخية باللحم البقري. قبل ما نبدأ نحكي أنا ونحكي لهنا على حيفة ثم بورقيبة، خليني نحيي الفريق اللي يخدم معايا الأرتيست أحمد ثامر يأمن في هالصور هذية، والضحوك طارق الدالي باقي يضحك وديما يضحك وما عرفناش علاش يضحك، هو ريجيسور نتاع الفريق هذا. قلنا جينا لحيفة ثم بورقيبة مش بعيد عليا غديك تقريبا 100 متر باش نلقاو حمام نتاع كورجيه لهنا، ينجموا يعملوا ايكيب ناسيونال راهو، ينجموا يلعبوا ضد المنتخب الوطني خاطر نلقاو دار المساكني، يعني منظر المساكني واولاده الثلاثه يظهر لي هما كلهم كورجيه تبارك الله وكلهم تبارك الله عليهم، عبد الحميد الهرقال، نلقى زروق ما يعرفوش لهنا، نلقى يوسف السرايري، ونلقى مصطفى زروق زاد كيف كيف حكم يسكن لهنا. على يميني من هوني في حومة جلاسك الحومة الشعبية اللي نحبها برشا أنا، نلقى عمر الهمامي، مراد حمدي، حسين عبد الجواد اللي كان حارس الملعب التونسي ومن بعد ولا مدرب حراس الملعب التونسي، والحومة هذه زاد كيف كيف جلاس اللي جابت ملاعبية كبار. أنا خليني نذكر منهم ملاعبي للأسف الشديد في الملعب التونسي ما يعرفوش يستحفظوا على المواهب، علي ولد الزين برشا ما يعرفوش الاسم هذايا، كيفاش قلت لي؟ ما فماش خوف ولا علي ولد الزين كان ملاعب كبير لكن ما وصلش لعب في السنيور نتاع الملعب التونسي برشا، لانه ثم برشا حاجات في باردو لابد باش نحكيو عليها. قلت احنا جينا لهنا وقلت باش نبدا هنا، احنا في الاوف حكينا وحكينا على علوش، وانا جايين تو نحكيو على البقري خاطر الليله يطيبوا الملوخيه تو الحاجه تحكي لنا عليها. اما حكيت لي على علوش راك عطيتني مؤشر يخوف. علوش ما فماش اي اسوامه اسوامه منه هكا 40,000 العلوش يا رسول الله. ما فماش علوش. اللهم صل على النبي. ما فماش. ما الاخبار هذا على الصباح احنا باش نوصلوا للناس شيء فشل بالحق بيان سور يا اخي، واحد باش يكذب على العباد ما فماش علوش. باي والبقري توا بقري هبره ب 30,000 واللي بالعظم وينه صدره ب 20,000 ب 20 دينار خارج توا البقري اليوم هكاك حتى راس العام العربي هذا العباد في البحورات مش هيك الحركه نتاع قبل ولا أي. ودنيا سخونه زاد السخانه عملت برشا في العباد عامله برشا يا اخي. واحد كاسمي عادي بسيف شكل الحم تو عندك ابروبو كاسمي بلا بارد موجود موجود حاجه اجا بحذا يحكي لي على راس العام العربي. لا 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 هاني انا باش نجيب بحذاك انا نجيب بحذاك. لا احكي لي على راس العام العربي كيفاش نحضروه كيفاش شنو نحضروا له من بعد هذه قديدنا اللي يبدا فوق الشريط شايح ننفذوه من الملح ونطيبوه كسكسي طيبوه كسكسي بالفول بالفول العربي اللي منفخ قبل بليله اي وكا ومن غدوه كان عشنا ولا حتى في الليل نقليو الملوخيه ونحطوها على نار واطيه سله 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 والصباح نشريو اللحم ونرميوه اللحم ونفوحوه باش كان عشنا ان شاء الله ناكلوا الملوخيه باش يبدا راس عامنا ان شاء الله اخضر وربي ان شاء الله معانا امين وربي يستر تونس امين وربي بعد علينا الكورونا امين يا رب شده في المولى شده في ربي وربي يفضلكم لينا يعيش عايش عايش ان شاء الله ان شاء الله عامك مبروك عايش ولدي عايشك يعيشك اي برا سيز كيفاش وطرحت الهوندي يقول لي زميلي الصديق هذا يطلع هكا سبورتيف ها ما يسالش نمشيو هكا شويه احنا المرشي فارغ هو خلينا نحكيو احنا لبرا. وانا قلت للناس هذوما عسلامه عايشك قلت الناس هذوما عندهم الحق يقعدوا لبرا على خاطر الداخل ما ثم حد شيء وانا باش نشوفوا كيفاش باش نصوروا. سلام دونك الله عينك توحد الله امشي يا امشي وباش تبدا من السلام عليكم الله يعينكم. قداش طل هندي قداش السلطان الصندوق ب 10,000 والسطل مغادي
2000 و2005 و3 وي والهندي المقشر وينه؟ ما تعرف اللي احنا نحبوا الهندي. تحب الهندي المقشر؟ صح عليك. ان شاء الله عامكم مبروك. احنا في راس العام العربي. فوالا بالله ابدا من هنا يا احمد، بالله ابدا من هنا. وذاك كيف نقول الناس هذوما باش ندخلوا نشوفوا. هانا داخلين خاطر انا قاعد نقول انا في بلاصتكم ما نخدمش في المارشي هذا. انا داخلين. سمي بسم الله. السلام عليكم. قداش اعطيني الاسوان؟ بطاطا دينار و380، والفلفل دينار و700، والبصل دينار و200. امشي امشي امشي، صور نصب الفارغه، صور نصب الفارغه، ما سالش. ستار طارق امشي وراه، خذ لي الدجاج لهنا ب 5490، والاسكالوب ب 11 دينار و800. السلام، الله المستعان، يعيشك. شنو خذيت ملوخيه ولا؟ انا اخويا وقت الراحه نهبط نتسوق وحدي. طير اليوم خلي المراه. ربي يفضلك. وقت اليوم راحتي نهبط نستعاني، حبيت ناخذ ارنب. ارنب مفقوده شويه. بجهرب؟ والله ما هي موجوده. ساعه لحمها ياسر. ماهيش ثم خير من الارنب. ما ثماش. صحيه. ما ثماش. الهرمونات هم يحزنون. اكيد اي. ربي يخليك اخويا، الناس بيهم. عايشك يعيشك. سيس روحك يا ثامر. يا الارتيست. ما يبغاش، انا جينا لهنا باش نشوفوا امور. السلام عليكم. هاك الملوخيه بدينار ال 100 جرام. اي ماشي عاد اليوم ولا الملوخيه؟ البارح. هذا الفول هو اللي كانت تحكي عليه المراه، قالت نفوه معناها باش يطيبوا به الكسكسي اللي يتعمل بالقديد نتاع راس العام. هما قبل ناس بكري كانوا ياخذوا الكتف اليمين نتاع العلوش ويخليوه للكسكسي نتاع راس العام. شفت الحاله نتاع المرشي؟ الله يعينك يا حاج، اهلا بيك. اهلا بيك. صباح الحمد لله. يعيشك. نمشي باش نمشي باش نمشي باش نوري باش نوري النقائص نتاع. على السلامه مدام. طابت الملوخيه ولا مازال؟ ان شاء الله اليوم عاد. سله سله. اي بيان سور عربي كيما قبل على الكانون. اي ان شاء الله العام يكون مبروك. يعيشك. ناخذ شويه غله بالله. يا مش تسمعني اني قلت ناخذ شويه غله تبدا توزن. هكا كرموس ب 6000، والبوتابقايه ب 3 دينارات، العنب ب 3 دينارات غاديكا. بلاي من المضحكات المبكيات في تونس، احنا ننتجوا الكرموس في جبه وفي كسره في منزلة ميم في كل بلاصة تقريبا. وسل الكرموس هذاك تباع في مرشي الجروب ب 12 دينار. افهم وافهم وتبع. دونك هذه حالة المرشي يخسر. هاك الحالة. وعادي وانهم الناس يخرجوا ما يخدموش. هذه لهنا السالدو خليني نقول هايك مسكرة. وراه حكينا قبل معاهم في البلدية ويقولوا لنا انهم باش يجيو باش دونك انا نستناو مرة أخرى نستناو احنا وقتاش باش تبدا الأشغال هذوما نصب كلهم فارغين. هاك تشوف الحالة. هذه الحالة معناها الغير عادية خليني نقول باش ما نتسماش كأني نتحامل على الناس لهنا. في حالة كيما هكا حتى حد ما ينجم يجي كيما قلت أنا حتى معناتها سال دو غاديك واحد باش يغسل ولا باش ينظف. الله المستعان. معلم لاباس؟ لاباس عايشك. شنو أحواله المرشي هذا وقتاش باش نلقاها مريقل أنا؟ الله يهدي. الله يهدي. السلام عليكم. توحد الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لأن ولي الدجاج ب 5 دينارات و 800 مليم هاكا، والاسكالوب ب 12، والعظم ب 700. نضربوا العجه معناها. كاو. اي هو الحمد لله الاخرى. اي وصل 900، هو وصل حتى 900 واش مش وصل حتى الدينار. ان شاء الله ان شاء الله وكهو ان شاء الله وكهو. اما لا تو بعد العيد معناها رجعت الدجاج يخرج. خاطر في بالي بالله نحكي، خاطر في بالي انا
معناها العيد نبض العباد وثم عباد زاد ما خلطتش العيد. عاد نشوفك. بالنسبة للدجاجة العباد ماهيش كالعادة، مازالت ما عندها شوية علوش واحد برشا حاجات مازال وي مازال موجود مازال العباد اخي ما العباد مقشقش هكا هو عاد من رمضان كذا ولا حتى المرشي قشقش زاد ولا العظيم. عبد علي تو انت وين جيت تعمل علينا الطلة لهنا نحكي ونعاودوا المرشي البلدية المرشي ديما باش نقعد نعاود. هما قالوا لنا بعد العيد وعدونا بعد ما جيت انت اخر مرة بعد العيد الكبير. أي. بعد عيد صغير، جاي العيد الكبير، بعد عيد الكبير، تو الله وانا بكشي العيد الجاي. لا بالكش على العيد نتاع العام الجاي. ان شاء الله ان شاء الله. شوف العيد العام الجاي. انا راني حكيت مع رئيس الدائرة. كل يوم ينقص نصاب من المرشي يخرج ينصب البر. وعنده الحق. كل يوم في الظروف هذيا. ينصب البر. انت يعطيك الصحة اللي قاعد تناصب هنا. والله ايش نعمل خويا ايش نعمل هذاك هو. ما عندنا حتى حل. هكاك يلزوا فينا معناتها باش نخرجوا نحن نوليو معناتها نصبوا في الكياس وشارع وفوضى هكاك و. وزيد شوف حالة البلاد وباء واحد والناس نصبة في الشارع وسخ واحد بحال حيط توا هذايا مرشي تنجم تدخل للعباد. لا انا توا ديجا قلتها من الباب هي المستورة لهنا. مستورة ما عادش ياسر. هذه الكيلو نتاعها في سوق الجملة بدينار و500 كانت بلاش فلوس قبل. شنو كانت بلاش فلوس؟ لا ولا يعملوا فيها عالفة للبلاد. ربي يهدي خلينا نكملوا لهنا. الله يعينك يا حاج. لاباس اخويا. هيك الاسكالوب ب 12 الدجاج ب 5400 مليم. 5400 دونك هكايا يا ارتيست باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم تسوق وتذوق في السوق البلديه في حيفا الثومه بورقيبه. خليني نقول على بعد مرمى نظر من مقر مجلس نواب الشعب اللي يمكن نتصور حتى واحد منهم ما جاء نهار وتخلى هنا باش يشوف الحاله هذه. هذه رساله ليكم تنجموا راه تخرجوا من المجلس تمشيوا وحيده وحيده توسعوا بالكم دخلتوا المرشي تقريبا في 4 دقائق نجموا تشوفوه المرشي هذايا وتاخذوا عليه فكره وتتكلموا عليه على خاطر ماهوش معقول نستخدم في ظروف كيما هذايا. والناس اللي ينصبوا لبرا مره اخرى نقول عندهم الحق. انا في بلاصتهم ننصب لبرا ما ندخلش المرشي كيما هذايا. كيفاش؟ تعبنا بالكدا تعبنا برشا. ان شاء الله ربي يجريها على سلاح يا حاج. انا ديما جستمون انا ديما نجي لهنا وديما نفس الرساله نوجهها. احنا هكايا كنا كملنا جولتنا اليوم. تسوق وتذوق في حيفا الثومة بورقيبة نتقابلوا غدوة بإذن الله في موعد متجدد مع تسوق وتذوق وفي الأثناء ديما نقول إن شاء الله ربي يجريها على سلاح. إلى اللقاء.